كان يا مكان في قديم الزمان عائلة تدعى أل للتعريف. رزقت هذه العائلة بتوأمين، أحدهما ذكر واسمه قمر، والآخر أنثى واسمها شمس. عندما كبر الأخ وأخته قليلا وأصبح بإمكانهما اللعب، أحضر لهما الأب مجموعة ألعاب تسمى الحروف الهجائية. تحتوي هذه المجموعة على 28 حرفا، ولكن للأسف بدأت المشاكل بين شمس وقمر على مجموعة الألعاب، فكل واحد منهما يريد أن يحتفظ بكامل الحروف لنفسه. وعندما زادت المشاكل عن الحد، تدخل الأب وقسم الألعاب بينهما بالتساوي لكل واحد منهما 14 حرفا، وبذلك انتهى الخلاف بينهما إلى الأبد. كان قمر حاد الطبع مع الحروف التي يمتلكها، إذ كان يجبرها على إظهار صوت اللام عند قراءة الكلمة، مثل الباب، الكتاب، القلم. أما شمس فكانت لطيفة جدا مع الحروف، فلم تكن تجبرها على إظهار صوت اللام عند قراءة الكلمة، مثل الصوت، السيارة، الطبل.